اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة ياسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، ازاي حضرتك؟ وسورة ياسين دي قلب القرآن نعم، الكريم، ويتكلم عن يوم الصيحة اللي هو يوم القيامة، والناس بقى تبدأ تتعامل بقى بما عملوا يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم القيامة كل شيء كلمح البصر، تصدر الأوامر من الحق تبارك وتعالى لينفخ الملك في الحال فالكل يموت، ثم نفخة أخرى الكل يقف، ثم نفخة بعد ذلك يأتي بعد ذلك بقى خلاص خلصت النفختين، يأتي بعد ذلك الناس إلى أرض المحشر، يأتي الجميع ويقفون في ظلام شديد، لأن قبل بعد الظلام سيكون نور. فيجد أهل النفاق والناس اللي هي كانت ممسكة في الدنيا والناس اللي كانت بتتعامل مش كويس في الدنيا يبدأوا يبصوا على الناس اللي كانوا كويسين في الدنيا ويقولوا لهم أظلمت علينا الدنيا، خلاص احنا واقفين كلنا في مكان كله مظلم. المكان دوت يعنينا ان احنا كنا منعين وانتوا كنتوا بتنفقوا، والنتيجة واحدة لينا احنا الاثنين. وهنا أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأضاء فقط كل من كان يعمل الخيرات في الدنيا، ويبدأ يحصل تفنيد لمن هم أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب النار. وبعد كده وسيق الذين اتقوا ربهم، والتانيين وسيق الذين كفروا إلى جهنم. دول رايحين على الجنة ودول رايحين هنا. فربنا بيوصف لنا ده في سورة الزمر، وبيدينا كمان توضيح تاني في سورة ياسين. هناك لولا إذا بلغت الحلقوم، خلاص بقى الدنيا خلاص وصلت، خلاص كلنا متنا وخلاص كلنا رايحين إن شاء الله إلى هناك. في دايما كلمة، دايما أصحاب الجنة هناك في شغل، زي ما احنا كده بنجهز كده للمعارض ونجهز كده للمصيف ونجهز لحياتنا اليومية في الدنيا، صحيح. وبنقول هنا في عروض وهنا عروض وهنا عروض، ومين يكسب، وراجل كده يشوف عرض يفتح الجنان ويلاقي عرض طيب كده للولاد يروح يشتري عشان يفرح زوجته، والأم كمان نفس الحكاية. لا ده في عرض كبير قوي عند ربنا يوم القيامة، بيقول ان كل اهل الخيرات وجابوا ربنا سبحانه وتعالى الاب والام، وقال هؤلاء هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ونيجي للكلمة المشهورة اللي دايما الناس بتقولها خطأ، أول ما واحد يشوف واحد يتخض يقول له سلام قولا من رب رحيم، اعتقادا منه إن هي بتبعد الشر عن الإنسان، مع إنها يعني كلمة كلها سلام وأمان وراحة وطمأنينة ولا في الجنة، بالظبط ولا يقولوها الناس إلا الناس إلا في المتكئين الجنة، على الأرائك بالظبط يعني رايقين وقاعدين بالظبط. ومفيش حاجة، وبيقولوا سلام قولا من رب رحيم. صحيح، استغلوها استغلال سيء. بالظبط بالظبط. لذلك السلام والقول لله تبارك وتعالى والرحمة كلها في الجنة لأصحابها الذين عاشوا في الدنيا لهذا العرض الكبير، العروض اللي هي عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل عروض الدنيا فانية، أما عروض الآخرة وجنة ربي سبحانه وتعالى باقية أبد الدهر لا تفنى أبدا. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، بالعمل. نعم، بالعمل هناخد الجزاء بالعمل. ها اقرأوا كتابية. تخيلي حضرتك ان واحد بيتلقى 99 سجل مكتوب فيها كل اعماله، يتعملوا كلهم كتاب قدام منه ويبدا ربنا يقول له اقرا يلا. فاكر يوم ما انت عملت عمل شر دوت في حياتك؟ فاكر لما انا سطرت عليك يقول له يا رب انا تصدقت عملت خير، خلاص وانا غفرت لك. فهنا يجد العبد بعد ما الناس بتبص عليه في ارض المحشر الكل عايز يشوفه هيتحاسب ازاي، فالكل بيشوفه فيلاقي ربنا سبحانه وتعالى بدا يكلمه وبدأ
وبدأ هو يفرح يكلمه يفرح. فبعد ما بيجي يقول أنا نجحت في الاختبار والحمد لله ربنا أكرمني في هذا الحساب، يقوم يرفع 99 سجل بإيده ويقول ها قوموا اقرأوا كتابية، بصوا ربنا أكرمني إزاي، غفر لي إزاي، عملت ذنوب كتير لكن تصدقت، أطعمت فقير، أطعمت مسكين، فعلت الخيرات، فربنا غفر لي كل الشرورات وأصبحت هناك الحسنات حتى ألقى الله والله عني راضي. خلينا نروح نشوف تقرير من مبادرة أمان ودفا ونرجع نكمل حلقتنا. حالتي تعبانة قوي وراجل ضرير محتاج مشروع أو معاش كبير أمشي بيه، ومحتاج غسالة ومحتاج الحاج محمد بدار. هذا الرجل الطيب، احنا جينا وقابلنا الحاج محمد بدار اللي قال انا عايز اعمل مشروع والمشروع دوت يكون بالنسبة لي مثمر في ظل ظروفه. فانا عايز اقول ان احنا جينا لك يا عم محمد وبنقدم لك النهاردة عفش بيت كامل اهو ما شاء الله، وجبنا لك بارك الله فيكم يا اهل الخير، الله يعزك ويكرمك، وجبنا لك المشروع اللي انت قلت عليه انا عايز الساوند بحيث ان ايه لما يكون في مآتم او في قرآن حفلات قرآنيه فانت تأجره بحيث ان يبقى دوت حاجه ليك، يعني عشان الظروف بتاعتي اللي هي ايه مره بيا اني انا راجل كفيف وتعبان، وانا سعيد ان انتوا وصلتوني ولبيت الدعوة، وكنت يعني الحلم اللي حلمته تحقق اني انا طلبت منكم جهاز ساون اني انا اعيش بيه بمشروع اني انا ساعد العيال واكل واشرب، وجزاكم الله كل خير وانتم ناس اهل خير، وبارك الله في كمان في الجمعية. لا تقطعوا تلك الهدايا العينية، مش حول التبرع، كلمة التبرع دي ممكن يكون فيها نوع من القسوة شوية ان انا بتبرع بشيء، لا اعتبر انها هدية. ليه هدية؟ لانها تقع في يد الله تبارك وتعالى، فانت بتهدي وتخرج اعظم ما عندك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انت بتخرج افضل حاجة عندك علشان تهادي بيه احبابك اللي يمكن ما شفتهمش ولا حتشوفهم خالص، لكن حتراهم هناك ان شاء الله يوم القيامة. اذا ما كنتش شايفكم بنظري أنا شايفكم بقلبي أني أنا مسعد بيكم جدا أني أنا أتحقق حلمي لأني أعيش بأولادي في أمان، وبارككم يا أهل الخير وتعيشوا أني أنتوا جبتوا لي المصلحة دي، الهدية اللي وصلتني أني أنا أتعايش بها. إحنا دلوقتي بنسلم الحاج محمد بإذن الله مبلغ مادي، وده هيكون بدايه المشروع. اتفضل يا حاج محمد. متشكرين جدا، الله يبارك فيك. وبجانب دوت مشروع الساوندات اللي حاج محمد ان شاء الله هيتسلمه، وحجره النوم جايبين لك حجره نوم لونها وردي. أيوة. علشان حياتك تبقى وردي ان شاء الله. انت ورد والله وبارك الله فيكم ان شاء الله. وانتري اتفضل يا حاج. اتفضل. حضرتك كنت هناك بقى، احكي لي عن الحاج وقول لي. الاقصر وادفو واسوان ثلاث محافظات من فضل الله
احنا من محطة الأقصر عشان نوصل لهذه القرى بالضبط ماشيين بالسيارات حوالي ساعتين في الصحراء. احنا دخلنا عند دي احد مخازن جمعية البر والتقوى، اوض النوم والبطاطين كميات ديت، يمكن احنا عملنا زي لوكيشن او مكان للتصوير كده علشان نوري. احنا دينا الحاج محمد وكان في معانا 40 بطانية او عفوا مرتبة و40 سرير و40 حاجات كتير جدا خلف الكاميرا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضرتك قد ايه فرحة الرجل ان احنا بنقول له، يعني انا بقول له الالوان الخاصة بيقول لي لونها حلو فاتح كده، قلت له ان شاء الله لونها وردي، فالراجل فرح بيقول لي سبحان الله اللون ده جميل قوي، يعني لون الورد والزهور. فتخيلي حضرتك انت بتريحي نفسيا الشخص، يعني هو عنده من ذوي الاحتياجات الخاصة ان احنا جبنا له بيت علشان يقدر ان هو يسكن فيه، جبنا له عفش، والراجل نفسه عشان هو مكفوف او ما بيقدرش ان هو ينزل يحاول ان هو يشتغل، ففي مكان خصص له ان هيبقى ده عم محمد اللي بيأجر الساوندات في المآتم وكذا علشان يقدر يقتات ويكتسب من فضل ربنا سبحانه وتعالى. شفنا الاطفال بنته قد ايه كانت سعيده وهي بتشوف الدولاب او كذا. هو ده اللي انا بقول، الهدايا العينيه يا جماعه اللي احنا يمكن عندنا في البيت مركونة وعليها تراب. لا، ابعتوها لنا ان شاء الله، العربيات تيجي لكم، اتضربوا اتصلوا 19038 جمعية البر والتقوى، تروح لكم تاخد كل اللي عندك زيادة. المعروف ان احنا عايزين نوسع في البيت، فشيل شوية حاجات من الكراكيب. احنا اشهر شعب في العالم عنده كراكيب في البيت طبعا. لكن الكراكيب ديت مع هؤلاء الناس هي غطاء ليهم ودفى ليهم وستر ليهم. عايز احكي لحضرتك ان احنا سفريتنا برغم التعب والارهاق ان احنا طول الليل في سفر لغايه ما نوصل بكره، وبكره ده نروح نصور ونصور في قريه تانية، بنقول ان ده نموذج من النماذج اللي احنا لا تنتهي ابدا ان شاء الله رب العالمين. بنفرح بالخير اللي بيجي لنا يمكن اكتر من الفقير او المحتاج، لان احنا طبعا اللي جوانا عقيده ان احنا بنسال الله تبارك وتعالى ان احنا نكون واسطه او نقف بس كده نوصل الناس دي ببعض، عسى ان ربنا يسبل علينا ستره او كرمه من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فنساله الاخلاص هؤلاء الناس واحنا لهم في اخر الدنيا. الراجل ده اقسم بالله قال لي انا حلمت بيكم من امبارح ان انتوا جايين علشان تدوني هذه الهدايا. ليس حاله فقط ولكن حال ناس كتير قوي. بقول لسادة المشاهدين ان هؤلاء الناس لهم صلة قرب بينهم وبين الله، بيوتهم ما فيش فيها اسقف علشان يبقى في حاجز حتى وهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة دنيا شغلاهم ولا اي شيء شغلهم الا انهم يصلوا ويصوموا ويعرفوا ربنا. محتاجين مننا المدد ليهم علشان بس نساعدهم ان هم يحيوا في الدنيا وياتوا يوم القيامه. تخيلي دورهم يوم القيامه ايه؟ هم هيخشوا الجنه خلاص، لكن دورهم يوم القيامه ان هم ياخدوا بايدينا عشان يدخلوا وندخل معاهم باذن الله. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن مستشفى البر والتقى المصريه ونرجع نكمل كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل حجرة عمليات، واحدة من 4 حجرات للعمليات في مستشفى البر والتقوى. زي ما احنا شايفين ونستعرض مع بعض الأجهزة عندنا، احنا عندنا هو أهم حاجة ده سرير العمليات. نعم، أهم حاجة الأجهزة اللي احنا شايفينها، في أجهزة اتفتحت، في أجهزة لسه بتتجهز، أو في حجرات لسه بتتجهز. عايز أقول لحضراتكم احنا معانا دلوقتي دي ترابيزة العمليات، والسرير التاني ده المهم جدا جدا. السرير ده اللي بيجي المريض بيه من حجرة الحجرة الخاصة بتاعته اللي هي بيخرج منها لحجرة التعقيم، وبعد كده بيجي هنا بيدخل الأوضة دي، هنا المكان اللي بتتم فيه العملية. لغاية دلوقتي الموقف سليم، ما فيش أي حاجة، ولكن ليست العملية هي الأهم، ولكن ما بعد العملية. دايما ما بعد العملية أهم تقريبا من العملية كما يقول بعض الأطباء. عايز أقول إن أنا هخرج بعد كده بهذا السرير تاني على حجرة للإفاقة، وحجرة الإفاقة محتاجة أجهزة كتيرة جدا علشان نعمل عليها
إفاقة لهذا المريض، وبعد حجرة الإفاقة عند الانتنسف كير أو العناية المركزة اللي إن شاء الله بيكون فيها الأجهزة الثابتة والأجهزة غير الثابتة، أجهزة قياس الضغط والسكر وكذا وكذا وكذا، أجهزة للتحاليل اللي هي بتكون متنقلة وليست ثابتة غير معمل التحاليل اللي موجود تحت. عايز أقول لحضراتكم إن إحنا الحمد لله لما جينا من شهرين ما كانش في كل ده طوب أحمر موجود حوالين مننا، لكن الأجهزة الحمد لله تباعا بتيجي عندنا زي ما احنا شايفين وبنستعرض كل الأجهزة متكاملة في حجرة العمليات. أقول لكم مستشفى البر والتقوى من فضل الله باقية، بقاؤها وبقاء الخير في قلوبكم لا ينتهي إلى يوم القيامة، فتلك الصدقات توضع أولا في يد الحق تبارك وتعالى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أشوفكم على خير في حاجة جميلة قوي قوي في مستشفى البر والتقوى إن شاء الله، منتظر حضراتكم. عودة لكم مشاهدينا، وبعد التقرير بتاع يعني أوضة العمليات حضرتك بتقول المكان هنا كان طوب أحمر يعني أنا شفت تقارير متتابعة لحضرتك كل مرة في حاجة زيادة في المستشفى، وده أعتقد في وقت قياسي. نعم، من فضل ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول إن احنا دائما ننوه أو يجي التقرير عن المستشفى إن احنا جماعة بنفكركم دايما ونذكركم دايما، لأن في ناس برضو بتبقى إيه يعني عندنا بتحاول يعني بتتبرع وبتدي من فضل ربنا سبحانه وتعالى خيرات، يعني هو بيكونوا استشعروا ان هم مرضى او ان هم تعبانين او ان هم حاسين بالناس فيبعتوا لهم دايما. انا عايز اقول ان احنا بنذكر دايما الناس وبنقول لهم المستشفى البر والتقوى، انا النهارده بتكلم مع حضراتكم من خلال ده من الدور الثاني، فانا دلوقتي في عندي لسه الثالث والرابع والخامس والسادس، ما شاء الله صرح عظيم جدا جدا. بنذكر الناس ان دايما الصحه او ملف الصحه بالنسبه لجمعيه البر والتقوى لا يقل اهميه عن ملف المية، عن ملف الأمان والدفع، في كل حال من الأحوال الكل ماشي سواسية، عشان دايما كده بنذكر، لأن احنا عشان نوصل لغاية دمياط ونسافر ونعمل تقارير كل وقت قصير محتاجين وقت وجهد كبير، ولكن احنا كل شهرين ثلاثة ما نروح هناك نفاجئ الجميع والأحباب من فضل ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الأمر صرح أو هذا الصرح يتجدد ويزداد في خير كتير جدا جدا. لذلك أنا بحب أن أنا دايما أقول للناس اللي بتدفع في المستشفى ويحبوا يذكر اسمهم، عندنا بنتنا هبة مصطفى والحاجة منى وناس كتير جدا من السيدات الطيبات اللي بيطلبوا بس مننا الدعاء في هذه الأيام الطيبات إن ربنا يرزقنا العفو والعافية ويشفي أولادهم ويفرج كروبهم من فضل ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتتبرع عن ظاهر غنى وعن ظاهر حب لله سبحانه وتعالى والصدقات، وفي ناس بتتبرع لله بتحاول إن هي ده ومرضاكم بالصدقة. بالضبط، ده ومرضاكم بالصدقة، وبيحطوا يعني بيبقى عندهم حد مريض فبيحطوا في مستشفى. بالضبط كده، أو يجيبوا أدوية أو يعالجوا حد بنية شفاء مرضهم. بالضبط، أو إن هم يتعرضوا إن هم يشوفوا مواقف الناس المحتاجة إن هي أمان ودفء أو ماديات أو أي حاجة خاصة، فإحنا الباب مفتوح والاتصال مفتوح من حضراتكم، إن شاء الله نجي لكم على غصنا علشان نتقبل هذه الخيرات ونكون شهداء مع بعضينا ندخل إلى الجنة يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. الإخلاص وارزقنا جميعا يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.